السلام عليكم. أولا أقدم نفسي إليكم، أنا يعني مدربة وممارسة في الكوتشينج الدراسي الحوزاهية من المغرب. أولا يعني كنشكر سي حسن أسوكا، وكنشكر المركز الأردني اللي تاح لنا هذه الفرصة ديال الاستفادة من يعني دورة المدرب معتمد في التفوق الدراسي. شخصيا وجدت يعني هذه الدورة متميزة، فيها واحد المجهود يعني عظيم اللي قام به يعني الكوتش حسن على مستوى العرض. يعني وجدت بأن العرض كان متميز، فيه يعني غالب الجانب التطبيقي، الجانب الإجرائي، الجانب العملي، وهذا الجانب هو اللي تنفتقدوا ليه احنا في الدورات ديالنا. يعني حسيت بأن هذا الجانب أنا يعني استفدت منه كتير في الممارسة ديالي، استفدت منه في يعني في العمل ديالي، وهذه الاستفادة هي اللي حفزتني أنني نطلب الحقيبة ديال التفوق الدراسي يعني من المركز. لأنه يعني رغم أنه كاين وجود هذا التفوق الدراسي، ولكن وجدت بأن هذا العرض اللي قدمه الكوتش حسن عرض متميز وعرض غني جدا، غني جدا على المستوى الميداني وعلى المستوى يعني التطبيقي العملي. يعني شكر موصول للمركز الأردني، وشكر موصول للسي حسن على المجهود الجبار اللي بذلته. حقيقة فتونا كتير كتير، وزعما الله يعني الله يوفقكم جميع الدورات أخرى بهذا المستوى إن شاء الله. وشكرا جزيلا.